حياكم الله مشاهدينا. خلونا نشوف حالة الطقس والأجواء في عموم العراق ونبديها من العاصمة الحبيبة بغداد، حيث سجلت بغداد درجات الحرارة نهارا 35 وليلا 24 والجو فيها صافي على مدار اليوم. والانتقال إلى باقي المحافظات، ميسان سجلت درجات الحرارة نهارا 40 وليلا 25 والجو أيضا فيها صافي على مدار اليوم. وننتقل إلى البصرة، سجلت درجات الحرارة نهارا 37 وليلا 27 والجو فيها صافي على مدار اليوم. وننتقل إلى المثنى، سجلت درجات الحرارة نهارا 38 وليلا 25 والجو أيضا صافي على مدار اليوم. وننتقل إلى ذي قاد، درجات الحرارة نهارا 39 وليلا 26 والجو فيها صافي على مدار اليوم. وننتقل إلى باقي المحافظات مشاهدينا. بابل سجلت درجات الحرارة نهارا 38 وليلا 23 والجو فيها صافي على مدار اليوم. وننتقل إلى واسط، سجلت درجات الحرارة نهارا 38 وليلا 24 والجو أيضا صافي على مدار اليوم. والانتقال إلى الديوانية، سجلت نهارا 39 وليلا 25 والجو أيضا صافي على مدار اليوم. ننتقل مشاهدينا إلى كربلاء المقدسة، سجلت درجات الحرارة نهارا 37 وليلا 25 والجو أيضا صافي على مدار اليوم. وننتقل إلى النجف الأشرف، سجلت نهارا 38 وليلا 26 والجو أيضا صافي على مدار اليوم. وننتقل إلى الأنبار، سجلت درجات الحرارة نهارا 34 وليلا 22 والجو فيها صافي نهارا وليلا غائم. وننتقل إلى باقي المحافظات مشاهدينا. الانتقال إلى صلاح الدين، سجلت درجات الحرارة نهارا 26 وليلا 13 والجو غائم على مدار اليوم. وننتقل إلى ديالى، سجلت درجات الحرارة نهارا 35 وليلا 22 والجو أيضا صافي على مدار اليوم. والانتقال إلى أربيل، سجلت درجات الحرارة نهارا 30 وليلا 17 والجو أيضا فيها صافي على مدار اليوم. وننتقل إلى السليمانية، سجلت درجات الحرارة نهارا 28 وليلا 12 والجو غائم على مدار اليوم. والانتقال إلى دهوك، سجلت درجات الحرارة نهارا 27 وليلا 14 والجو فيها غائم على مدار اليوم. وننتقل إلى نينوى، سجلت درجات الحرارة نهارا 32 وليلا 18 والجو أيضا صافي على مدار اليوم. وننتقل إلى آخر محافظاتنا وهي كركوك، سجلت نهارا 31 وليلا 19 والجو أيضا فيها غائم على مدار اليوم. مشاهدينا، هذه كانت حالة الطقس، شكرا للمتابعة.